بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام میں کامیابی کی دعا بحوالہ سورہ کہف آیت نمبر 10. فضیلت: دین اور دنیاوی کام کی درستگی کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتنا من لدنك رحما، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرما. وهيئ لنا من امرنا رشدا، اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجئے. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. آمین. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. آمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. آمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. آمين. بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي. آمين. صلى الله عليه وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. آمين. جزاك الله. 25/3/2022. اللہ اکبر.